ازيكم يا مواليد برج الحمل، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الحمل يوم الاحد 24 ابريل نيسان 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 21 مارس ل 31 مارس. في لقاءات كتيرة هتبقى مهمة قدامك في طريقك النهاردة، هتليك مستعد ليها بشكل كبير. الوقت النهاردة هيبقى مناسب جدا انك تجمع كل علاقاتك الشخصية، سواء كانت جديدة او حتى قديمة، علشان توجد من خلالها عمليات كتيرة جدا للتواصل مع كل الاشخاص اللي حواليك. هتبقى ملهمة وغنية جدا لكل افكارك الخاصة، لكن لازم انك تفكر في كل المزايا اللي بيجلبها ليك كل الأشخاص اللي بيعرفوك النهاردة وكل معارفك في اليوم ده، علشان تعرف تتفاعل بشكل كويس معاهم على مستوى يبقى عاطفي أكتر. فلو حبيت إنك تعرف كده هتكون مدة استفادتك وتناغمك قصيرة جدا جدا. توقعات العشرية التانية مواليد 1 أبريل لعشرة أبريل. القوة والصحة النهاردة هي عنوانك لليوم. هتشعر براحة كبيرة جدا وتامة جدا في كل الحاجات اللي بتخص نفسك وكل أمورك اللي انت بتقوم بيها. ويظهر عليك الموضوع ده في الجو ده بينتقل لكل الأشخاص اللي بيبقوا قريبين منك، فحاول انك تستغل الفرصة دي علشان تعرف تتواصل مع أشخاص كتيرين جدا بنفس عقليتك في اليوم. وكمل كل خططك بأفكار الآخرين، وحاول انك تبدأ في شغلك بطاقة تبقى مركزة أكتر. كل اللي عليك بيبدو عليك هيبقى النهاردة متاح جدا وهتصبح في متناول يديك، فما تقلقش. توقعات العشرية الثالثة مواليد 11 أبريل ل 19 أبريل. الصداقة والعيلة هم عنوانك لليوم. انت شخص اجتماعي جدا، وممكن حتى تكون اهملت واحد واتنين من معارفك في الفترة اللي فاتت. لازم تبقى بتصلح العلاقات دي مرة تانية وتعمل معاودة لتواصلاتك معاهم علشان ترتفع فرصة حل نزاعاتك ما بين اسرتك وبين اصدقائك اليوم، علشان تتخلص من كل النزاعات دي للأبد. هتمر بساعات مش هتنسى تعتبر من التناغم والتضامن اللي بينك وبينهم، وده بيلطف الأوقات الصعبة اللي تعتبر ما بينكم.